وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ورمضانكم مبروك. الحلقه خيرناها تكون مع نجم الراب كافون. كافون اللي على طريق وكيل اعماله نصر القرواشي قال له ثم برنامج ثقافي اتنشطوا المنشطه المتالقه هلا ذوادي. وكافون كان نرفوزي برشا برشا، ما تصورناهش يتغش للدرجه هذيك، على خاطر جبنا له رابور كيفو يعيش في كندا وهو رابور وهمي، وكمل عليه رئيس ديوان وزير الثقافه اللي هو الفنان عزين الباجي، وتعدات له عشويه اللي هي نشوفوا اش صار مع كافو. فوالا دونك ان شاء الله فما حاجه جديده، ما نحبش نقول على كل شيء توا، مي وي فما حاجه نجم نشوفوا عليكم. ايوا وي افيك بليزير. مي لوي اوسي بور دي لونيت احول. انا ما تاخذش عليا كوا احول ريت ما سا او فوالا وي جي صديقي عندك فيه انا ناحيه احنا خرجنا غنى لي لونيت سي ميو ها ادي مع الضو انا مش حط لونيت احسن ازين ازين فوالا اهلا وسهلا سي بو. خرجنا للشارع التونسي سالنا على كافون، نشوفوا ريبورتاج وبعد نرجعوا للبلاتو. كافون شق شق بصراحه يعجبني رابور ممتاز. الراب ولا سناب ولا تيرا فن، هذاك فن حفظوا فيها كلام زيد فيها زاد هذاك مش باش نقول لك حال حليله مسكين. وراش عندي ولد حومتي كي اسمه شو اسمه؟ كارتون. وحط واحده فوق راسه تخش عليه نتاع الكابرو. ما سمعتش كيف قبلهم. وشنو اسمه هذا كافون؟ اسم تاع واحد طلع في سيبيع. قال لي زميل وقتاش احنا زملاء؟ انت فنان، صبر باهي فنان، وبوشناق فنان، ما تركبش عليك محمد صايب عليك. ثبتوا مليح، ثبتوا مليح في ملامح كافون كيفاش تبدلت بعد ما شاف الفيتيار واعصابه توترت. اتوندي. داكور. ايش وش فهمتني؟ اش بيك انت؟ لحظه خلنا اوكي داكور. اكيد تسالك كلم بروبليم شو داكور؟ بس داكور يا با بروبليم يا با بروبليم. اوكي ميرسي. ما سمعت تيح قلت لك لاباس. تيح سافي دير تتوقف، فهمتني كيف؟ توقف ستوب يا وخا. ما سافي دير تتوقف اون بريزون، فهمتني؟ داكور تيتي اون بريزون. اي اون دي اون كوم سا اون تيتي اون بريزون. T'étais prisonnier. D'accord. Ça m'a tenu. Non, je ne savais pas parce que il était en prison. Ma manager me choque. Il m'a dit qu'il fait prison. Chak chak, c'est une chanson tunisienne. Un amal taf au Canada. Isma chak chak, Rabbi j'ai bel ha. Chenai bel day. Chenai, vous me savez. Karim, t'as jamais travaillé sur ça? Skuno, y'a ça. Ma que l'achèterai-tu lui? Comment on arrive à ça? Mais moi aussi, je te connais pas, monsieur. Vivna. هادي الراجل قالك تونسي، وين ضيف؟ انا تونسي، انا ضيف هوني، في باليش انت معايا سينو ما نجيش. زيد عجبك لي جي بور دي سي شوفو، تنجم تنطر عليا حاجه جراده. انا اسمعني ما تخلونيش انا نندم توا، سامحوني عاد سامحني. اي نرجعوا اون فور. انا جرانا نتاعي يدي شعرك ما جوش باكم تخاف؟ لا سي تبلي. لا يدي ما تخاف سي تبلي والله حوايج سي تبلي يا صديقي ما تخاف خاص سي تبلي مسيو سي تبلي. ما تنطر عليك جرانا شبينا يا كارير تاع ميا جو سي با تشفو يا خويا شحال فيه. اي هاي كريم عايش خويا جرانا تلاح كريم شوف شعرك. نون تاتش نون تاتش انا تاتش وانا نتاتش في راسي يا كريم سامحني تنطر عليك جرانا كريم. الوغ لا الوغ لا كريم ما نعيش خويا. شكون هذا يا ماما يعمل لي جرانا من راسك؟ يا كفاش حبيبي اقعد يا كريم. اليوم ما تنطر عليك جرانا اما داكور جي ميكسكوز جي ميكسكوز سافا. اي فيراج ثقافه فيراج ثقافه فيراج فيراج فتعرف فيراج تحكي معناتها تعرف فيراج تحكي عليه. فيراج عمل ريفولوسيون في بالك ولا لا؟ فيراج يعني دور عملت ريفولوسيون. اي تكلم الطون ودور على اليمين. اسمعني فيراج اللي تحكي عليه، اسمع فيراج بيه فيراج. نحكي شو دخل هو اللي عمل الثوره في تونس. اوكي انت ممكن تقعد تريبيل ولا اونسانت كان تمشي للستاد خاطر خاتيك نتصور جمل. فهمت كيف؟ حتى صغير ما نتصورش، ما نتصورش ترى واحد ثمانيه للدار. بشويه بشويه يا احمد. مش هكا نقاش. نسياش خاطر انتم رديتوا هكا نقاش، يعني جيت عاقل انا من الاول يعمل لي زرانة نقزت. فاش تنفذ يا معلم؟ تي شوفو فريمون. امان يا محمد علي. عشان تعمل بسم الله هو عليا. نو مي نو. يا محمد علي. نو. امان عشان هذا يقصوا. ايه مسيو مسيو ايه مسيو. سايب. مسيو افيك تي شوفو كوم سا ايه. يا محمد علي. في برا يا ودي ما نقدرش انا يا ودي انا راني ما نقدرش. خلينا نخرج. جيت على خاطرك. ثقة يا محمد. ليش عملي ماكش متربي الاخر تي شوفو وتبيع كمان. يا وخي. برا اخرج اعمل يضربني بالماء شنو؟ تي سلكت ما ضربتكش بالكاس، تي سلكت ما ضربتكش بالكاس. تي سلكت ما لبستكش كاس في راسي.
بالربح كان انت تبدا سام انا نحكيش معاه مع زير تونس انت بكم سام انا بيري لاب وزير لاب حتى حد انا دقيقه يا ماني ماكش متربي هذا يا من فضلك سيدي اعتبر روحك ملغى من جميع العروض كان عندك يا ولدي سمعت ريتم عروضك هذا الكلام هكا وزاره الثقافه نتاعك على الحيط ما يعنيش بالعروض نتاعك الحمد لله انت تمثل الثقافه الحمد لله يا ربي متقف عليك انا انت متقف علي انا فنان عز الدين الباجي اللي هو رئيس ديوان وزير الثقافه الوهمي هو اللي غشش برشا كافون الشيء اللي خلاه يخرج من سينتو ويخرج من بلاتو ويرجعوه هلا ذوادي وكيل اعماله نصر القروشي وربي خالك ولا تلقوا بايديكم الى تهلكة اش بيك شوف فيا مدخل راسي في بطوط عضو انا معناها تتصرف بمستوى هذايا معناها شعمل انا تهلكة تاع شنو تهلكة انا اللي انت تعمل تهلكة انت في عمل لي تاهل ربي قال لك ربي سبحانه الحمد لله انا ما عملتش الحمد لله انا مانيش عامل الغلط الله ورضيت الوالدين بحول الله لا باس انت اقل شيء غلط في العباد اللي يسمعوا فيك ما استلعوا اللي يجي وانتم نهار كل مقحفين لنا عباد في التلفز هالي لل هالي لل كانوا في مخه شيء نعرف اللي يدخل الحبس كان واحد عامل جريمه عملت جريمه شو مش تقول لي ليش تحكي لي بالحبس انتم تعملوا في الجرائم مش عايل واحد تاكلوا في الكالامار وكوجه كبير بيس وجه كبير هكاك ما عند رب عليه ما عند ربي على اخليك يزي هو اللي يسلي عني بيه جعايل حركتوها البنات بالجعايل انا باش نحيي هاي اسمع يا ولدي البنات ياستي يا العباد تسمع يا ولدي يا ولدي انت والمهرجانات فلاين من افضل لاين كلمتين ندرى كيفاه ما نقولهم لكش بالتونسي نقولهم لك بالتونسي يا ما نحش يزي عيب عليك عيب عليك لقسيم لقسيم بيد ربي يا عزيز قالوا ما حيكم المهرجانات انا مهرجانات ما تشرفش الثقافه انت كي تحكي هكا ما تشرفش حاجه باش الناس تسمعك سلم سلم ربي وك السبع اللي غطات لك شيباتك والله خاطر محل بالهم مغطيين انا هذاك على نقدر ومزقله من اللحيه على الاخر يا فاطمه قال انت ولا تطولي لنا بيضه ولا لنا بيضه كمل لك لونات نظر ديجا لابسها غادي هكا عارفوا لوكا كان الرفيق كان قاعد نخزر لك نخزر لحكيتك نعرفكم كلي كيفك نعرفهم راه باهي نرجعوا مندوب وزير الثقافه هو على الثقافه نرجعوا نجموا نرجعوا اللي ما تتشرفش باش بواحد كيفك لا ما تتشرفش باش انت تخدم فيها خاطرك خاطيك يا معلم برا جرنا تخدم على روحك قوق انت تشد الخدمه الثمانيه باهي فيك تمشي العشرة ونص لا واضح ليش؟ واضح نهار كل تقطر على السكرتيره اللي معاك يا عارفها من العباد اللي كيفك واضح وتروح من الخدمه نص نهار وكاو والقضية بلاش وشيخ ويحكم ويسونس بلاش والكرهبة بلاش وجوك باهي تحكي على الثقافة في طمية عندي ما يلزمكش تدخل للثقافة يا عزدين خاطر انت تفسد الشباب يا عزدين عزدين فسد اي نعم عزدين حبس الرجال يا صديقي الحبس الرجال انا رجال للمجرم الحبس شكون تحب؟ قال لي مجرم هنا شوفوا كريم شوفيتو والله راني مجرم انا والله العظيم متربي اقسم بالله متربي هذا كلام واكثر مني متربي اكثر منك اي باهي بارك الله فيك واضح ها واضح ها واضح التربيه انا بلاتو يا ودي التربيه تمشي على سقيها ما تربي اي ما تربي عليا كان يزي فرحت فيك ولا يا عزيز الباشا انا جاي مع راجل عليك يا ربي عليك صحوي لك كفو صح غنوي جرانا اسمه الكاميرا كاشي في بالكم زاد انتوما امانة كي ليه عاد اخي كان تقولوا لك هكا تخدم وعرفات تخدم 8 تجي ل 11 وانا ركبني العصب من قبيله بالعكس مري ولا سق يا ولدي شنو سق